وقف يعني أنا أقول شغله. الحكام عجبهم صوتي بس لاعوا شبدهم من صوته صح؟ لا هم أكيد ما فهموا الفكرة. لا هم الشكل أصلا ما يحي مو حرام. ليش أنت كذي؟ حرام عليك. أنا أقول شغله. أنا أقول شغله. أنت تخلو ولد. وقال صوتك وايد حلو بس هذا اللي ضربك صح؟ عشان هم فاهمين الفكرة هي إيش؟ إيش الفكرة؟ الفكرة هي فيها الفكرة إنه هو ولد بطنك اللي قلتي عنه فشلنا. كنت بقول ولد بلدي راح طلعت ولد بطنك. قالت ولد بطني. لحظة تعلمني خلنا نتفاهم معها تعال. أمس شوي بعد سوينا لك يعني مو واسطة سوينا لك شيء إنه ما تبغى حق مشترك ثاني ويبناك وما عرفت تأدي ولا هذا. كيف ما عرفت أدي؟ طلعت كل اللي في قلبي. وين كل اللي في قلبي؟ والله احنا اسمع احنا ايش هو الغلط اللي صار جوا؟ تعتقد ليه ما وافقوا؟ ما فهموا الفكره اصلا. ما فهموا الفكره. مفجوعين من الموضوع. مفجوعين. ولكن كمان عشان اختيارنا نحن انه نغني ما نغني اغنيه كامله وجزء جزء الشيء ده ما عجبهم. لا 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 هو كتمثيل مثلتوها صح. وكغنى غنيتوها صح. انا اقولك شغله كغنى مع احترامي حق ساره كغنى انت يا ابن ولدها غنيت مرة فاشل. أوه طيب. هذا رأيه. اسمع. هذا رأيه. أكيد هي أكيد. شايفتك. أنا رأسي رأيك. هي شايفة إن أنت فنان. أنا أقول إذا أنت فنان مرة خلت تنتج لك سارة ألبوم. طيب بس شو. فاضي تقول تش وش. أنت صوتك حلو. أوكي. وتميزتي بشيء حلو داخل. زين ما قالوا لك إن دشي غني ثاني مرة أو شيء. هم. بس انا لقيت نفسي شكلي راح يطلع برا قلت اطلع احسن باحترامي يعني بس انا نصحت نصيحه ان انت طلعتي برا باحترامك بس انه شدولك ان انت صوتك زين بس ثاني مره ان كيس يعني قبل لا تدشين بالتهلكه زين بالتهلكه زين يعني راجع حساباتك ترى غلطات معدوده محمد انت دحين كذا خلاص ما تبغى تمثل ولا تغني في اي برامج ثانيه اكيد خلاص بس مين قال اني وقفت يعني لو في شيء تاني حتمثل فيها أكيد. ولا حتوقف أكيد. ما في حد يوقف في طريقك وحلامك ها نهائيا اميره يلا اميره اميره روحي مع شكرا الشعر الرسمي مالك شكرا ويعطيك الف عافيه وزهير يعطيك الف عافيه يعطيك ربي ان شاء الله يا رب اذا كانت السنه الجايه فيها تقديم تقدمه ممكن تعدل من ادائك الفني والصوتي والتمثيل ان شاء الله حاضر مع السلامه مع السلامه باي باي مع السلامه ميرسي صوت السهر محمد تاني يعطيك العافية أبو جاسم. الله يعافيك حبيبي. جاسم اسمك أنت على اسمي. حبيبي. أبو جاسم شنو راح تغني؟ والله إن شاء الله راح أغني غنيتين بس واحدة يعني أوكي واحدة بغني إن شاء الله قلي متى الفنان نوال وعودتني تقريبا أو تعال. حركات يعني سعد الفهد. إنزين بما إن أنت موجود هني كلمتك الشهيرة يا سارة أعطيهم إياها. سمعني مقطع. سمعني مقطع. كده. خلنا نغني لكم شيء من الفنان راشد الماجد. توصي شيء أنا بكرة مسافر وبالليلة أسافر أنا بيك تسافر معاي على المسرح الحلو هذا وتغني وتغرد وأنا هم بجاسم متراهن عليه إنه راح يفوز إيش تقولي يا سارة حيفوز أكيد متراهنة معاي مشكورين فايز يا أبو جاسم واسمك على اسمي يا سمي جوهد يا سمي الله معاك صدق طقني ما ادري طقني السلام عليك السلام هلا والله قدم اسمك قدم محمد ثاني بعد عمرني شنو تبي ليش خطيت محمد وليد محمد شق محمد علي ثاني محمد وليد محمد علي ثاني ونعم ونعم بحالك شو بتسمعنا سمعك عودتني اوكي وقل لي متى اوكي لا عودتني كل يوم اسمع انا صوتك عودتني كل يوم اسمع انا صوتك وعودتني لضاق صدري لا ما تخليني وعودتني لضاق صدري ما تخليني والله وغيابك طال مدري وش أسبابه والله وغيابك
قلبك طال مدري وش أسبابه وانغابي صوتك خيالك باقي بعيني وانغاب صوتك خيالك باقي بعيني ليش؟ كمل؟ لا أحس فيه شيء والله اي بعد يعني وين نبي نسمع حافظ بعد حافظ اكمل كملها اي كملها ان كنت زعلان قلي شنهي ذنوبي الكون يزعل ولا تزعل يا محبوبي ان كنت زعلان قلي شنهي ذنوبي الكون يزعل ولا تزعل يا محبوبي أضيع من دونك وضيع أجمل دروبي يا خوفي تنساني وتنسى كل عناويني يا خوفي تنساني وتنسى كل عناويني وينك يا أجمل حبي يا روحي يكفيني الله يعافيك. للحين يعني قاعد احس في ارتباك شوي صح؟ صح. ليش؟ لا هذا اللي ما نبي يعرف ليش؟ انت شوي انت ابوك واحد من الفنانين المفروض تقتدي فيه وتعرف نعم. ان الفنان لما يوقف قدام الناس او الجمهور لازم يكون يعني يقعد بروحه شويه. صح. ايه انت اكاديمي سعد الفهد وعبد الرشيد عبد الرشيد شنو حافظه تبي تعال انا ما ابي انت شنو تبي يلا انت شنو تبي تعال 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 يلا قول تعال وما بقى لي يوم بغيابك يصبرني لحظه حبيبي لازم يقعد اي لا وبعدين مو كذي انت ما قاعد تعطينا صوتك ترى قاعد تعطينا مثل الهواء كذي عطنا صوتك الاساسي الباور وين ليش مستعيل وبعدين ليش مستعيل انا اخليك تمشي مع الحلقه لحظه ايفا بدون اورج يلا تعال وما بقى لي يوم بغيابك يصبرني اخاف اموت من شوقي وانت مطول غيابك تعال وكل شيء صار في بعدك يذكرني ضحكتك طاريك وريح العطر بثيابك تعال وما بقى لي يوم بغيابك يصبرني اخاف اموت من شوقي وانت مطول غيابك تعال وكل شيء صار في بعدك يذكرني دروبك ضحكتك طاريك وريح العطر بثيابك محمد شوف مستعيل مو صوتك قاعد احس يعني يعني بس قاعد اساسرك شلون شوف الحين ابيك تغني اغنيه ثالثه ها وابي ابي ابي اشوف عيون استاذ سليمان ابي اشوفه شيء مبتهجه لان عيوننا للحين تخايف من شيء لا في شيء وين الباور وين العفسه قوه نبي باور نبي شيء صوت جميل حرام عليك انت مساعد تقول تعال اغنيه تعال عبد الله رويشد سمعت شلون يغني اوه ابيك تقلده يلا اي ابيك تقلده ليش عشان هو فاتح ليش انت شقت كذي تبي طبقه اعلى شوي يمكن افتح شوي افتح الصوت تعال وما بقى لي يوم بغيابك يصبرني اخاف اموت من شوقي وانت مطول غيابك تعال وكل شيء صار في بعدك يذكرني دروبك ضحكتك طاريك
وريح العطر بثيابك. ها لا اوكي ايوه هذه استانس منك يا حبيبي عمي الموفق ان شاء الله. انا بالنسبه لي موافق عليك واتمنى ان شاء الله. اوكي حبيبي اوكي ويناقش مشكورين. بس لحظه وين رايح؟ مستعيل كلام مستعيل ما ادري ايش مستعيل. اسمعني واسمعني. تختار الاغاني صح ان شاء الله، لا تختار اغاني كذي تكون صعبه على اساس انك انت تتعب بعدين نقول لك يعني بالمستقبل اسفين. بالعكس انت خامتك جيده مشكور عمي، والعرب اللي قاعد تقولها صح مشكور، وتغني احسن من ابوك حبيبي يعني. انا سامعك تغني ونشوفك نشوفك بالمستقبل لايف ان شاء الله. ونشوفه لايف باللايف ونشوفه باللايف مشكور حياك الله الله يوفقك. اهلا 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 تعال 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 هني تعال انا بحكرك قول امر هاتني تعال وما بقى لي يوم بغيابك يصبرني يا خاف اموت من شوقي وانت مطول غيابك تعال وكل شيء صار في بعدك يذكرني دروبك ضحكتك طاري وريحة العطر بثيابك. الله عليك. تابعونا على قناة الشاهد تلفزيون الشاهد ومع صوت السهارة شكرا لايف محمد ثاني اخوكم حبيبي, حبيبي. مع السلامة. موفق حق النجم اللي انقبل محمد ثاني سلام. ابو بكر مهدي ها سلام سلام ابو بكر مهدي هلا كيفك حبيبي كيف الحال شو اخبارك تمام الحمد لله ان شاء الله طيب من فين انت انا مصري انت مصري يعني المصريين اليوم جالي صراحه كاسحه تبي تفوز عطنا مقطع صغير على قولة ساره كبلي دقيقه ليله لو باقي ليلة عمري ما بيه الليلة واسهر في ليلة عيوني في ليلة عمر نقول في ليلة السالة أحسن عشان تقول على راحتك يلا موفق يا رب يقولك تعزم على يقولك المفروض قاعد يسمعنا الله أبو محمد السلام عليكم سلام الاسم ابو بكر مهدي احمد مصري الجنسيه انت نوبي نوبي من وين من نوبه برا ولا معبد ابو سمبل لا لا من مركز كلبشه كلبشه هم 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 ثنتين نوبه صح ايه مجكه وكنزي او كنزه انت من اللي هم القريبين فين في اللي هم البعاد شويه لا 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 احنا كلنا قاعدين جنب بعض مفيش حاجه بعيده حاجه لا اقصد اللي قلت الدكه والدكه والثانيه انا قصدي دول قصدي حضرتك الدكه اه ايوه هتغني لنا ايه ان شاء الله اغني اغنيه ليله عمر لعبد الرب ادريس اوكي بعد ما تخلص تجي تحاسبني ها نعم ابو بكر بعد ما تخلص تحاسبني ها شوف كم علي وعليك وهذا ليلة لو باقي ليلة عمري ما هبيه الليلة واسهر في ليلة عيوني في ليلة عمر في ليلة عمر ليلة لو باقي ليلة عمري هبيه الليلة واسهر في ليلة عيوني في ليلة عمر في ليلة عمر لا 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 لا